لو الحكاية فيها إن فيتو فيك الامتحان. الامتحان يا أحمد عامل إيه الامتحان؟ والله الامتحان زي الطير. يعني إيه الصعب فيه؟ أكتر حاجة هو بص جاي كل حاجة صعب. زي إيه كده؟ كل حاجة صعب. يعني أكتر حاجة وقفت قدامك أنت يا أحمد إيه؟ إيه؟ أكتر حاجة وقفت قدامك أنت؟ إيه؟ المسائل دي أكتر حاجة. أكتر حاجة لازم توصل. حضرتك بتعرف فيك؟ لا الامتحان كان صعب. أنت اسمك إيه لو؟ أحمد. أنت فيزياء برضه؟ الامتحان برضه صعب؟ جاي في مستوى طالب مثلا ممتاز وكده. أكتر حاجة وقفت قدامك يا أحمد؟ المسائل واللي عليه.